أممكن أسألكم سؤال؟ أممكن؟ أممكن؟ ده أنا عايش دي أممكن؟ أممكن؟ قلت لإخواتي في يوم أنا عندي قصيدة كده بيتين، فكنا بندخل مشهد إحنا التلاتة مع بعض، قلت أرشع في أي حاجة في النص عارف؟ فدخلت قلتها لهم في الكواليس حبوها قوي ودخلنا عبسنا، وكانت القصيدة من فضلك الصوت عشان خالدة دي بقت خالدة يا فندم؟ بقت خالدة حطوها في الموسوعة باين طبعا فبتقول إيه القصيدة؟ يا عيني حبيبتي حبيبتي تعالي خدي عاوزك يوه أممكن الله 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 احنا لو قعدنا 40 سنة نتكلم في حزمني مش هنشبع للأمانة مش هنشبع ممكن اخد معاكم سيلفي ولا عادي لو سمحت الله لو سمحت انا بس سنة قبل ما ناخد السيلفي يعني عايز اسالك بقى انت سؤال انت شايف ان المسرح ممكن يرجع زي الفتره اللي كنا فيها دي تاني ان شاء الله فعلا والله يا شريف يعني كان ليا تجربه السنه اللي فاتت مش هقول لك مسرحيه ناجحه او مش ناجحه بس انا شفت اقبال الجمهور من وحشه الناس للمسرح وكان في جيل تقريبا ال 15 السنه اللي فاتوا ما يعرفش طقوس المسرح فاكر ان المسرح بشوفه في التلفزيون لا الجيل اللي وحش المسرح كان جاي ومشتاق جدا وفي تجارب نجحت وحاليا في كذا فرقة يعني إن شاء الله ترجع تلاقي فرق ومواسم زي زمان بس أنا افتكرت حاجة من نفسي قول الأستاذ شريف يوم التصوير واحد صاحبه كان في لندن كويس واحد صاحبه كان في لندن راجل جميل قوي فجاه مخصوص يوم التصوير جايب لشريف حاجة جميلة قوي عشان يصور بيها حلو الكلام؟ وانا ومدحت عارفين المعلومه وعادي فهو صاحبي فين ما جاش وصل يلا شريف المهم لقيت اخويا شريف داخل الفيست اللي هو عليه خروف كويس فاكرينه واضح قوي فانا بصيت اعمل ايه للامانه يعني لو المشهد ده عدى قدام حد كوميديان عيبي وفوته يعني صح ولا ايه بس عايز اخد راي صاحبي هو طول الوقت على المسرح فقلت ايه وهو خارج اول مره اجرب اشوف الجمهور فاهم الخروف ولا بوصل له ولا ايه فهو ماشي قلت له في بره علو برسيم اكل الخروف كويس فشريف بص لي رجع تاني طبعا مستحيل اسيب الخروف وبعدين الخروف خرجنا في الكواليس قال لي يعني انت نقيت يوم التصوير قلت له والله ما اعرف ولا اعرف ان انت هتجيب خروف على فكره صاحبي اللي كان جايب الخروف ده مراتي والله العظيم كناش لسه اتجوزنا تتكلم بجد؟ كان جايبين انا عرفت ان في حد جاي من لندن وسبحان الله عاش معانا الخروف كان دمه خفيف المسرحيه دي اشتهرت بحاجه الحمد لله وهي الارتجال للامانه من كل نجوم المسرحيه الارتجال اللي هو الصح اللي هو جوه الموضوع مش بره الروايه فالحمد لله كل يوم ما حلاوه الجمهور فاكر لما بوظت لكم مشهد الحريم ايوه بس عيل فكرني ادهم ابني لما جالي وقال لي ازاي توافق يا بابا تلبس واحده ست ومش عارف ايه قفلني قفلني ورحت لتاني يوم لبست طفل ودخلت ببرونة دمرت لكم واليوم باظ وزعلنا قوي انا مش عارف احنا كنا مستحملينك ازاي بصراحه والله دمرت المشهد الارتجال طلعنا بحاجات كتيره قوي مع الناس بس من الحاجات اللي قلناها كده على الهوا والاستاذ ده على المسرح ما بيمسكش نفسه يعني شريف ممكن يتحكم شويه برضه بيتعب فالباندا متن من الضحك طبعا لكن يوم ما قلت لك هو انت في حد من اهلك بيسمعك فاكر بيسمعك غير قرايبك انا فاكرها لحد دلوقتي ايوه بقول له انا وبعدين يقول لي ايوه ولما بينزل الالبوم بتبقى انت واقف في اول الصف وبعدين اشوفك واقف في اخر الصف واخوك مش عارف انت بس بتغني لنفسك ولاهلك هو كده مش حد يسمعك غير قرايبك دوحة اتقال لي بجد ومن عم اللي معايا واصحابنا بس انا لسه ما شفتش ان انت بتقلدني كويس قوي ودي كانت معلومه جديده بالنسبه لي لحد ابوك انت اصل هو هنيدي يا جماعه أيوة. كل ما تخنقه يطلع ضحك يعني كل ما تزنقه كده تضغط عليه انا عندي نقطه ضعف مش عايز اقولها بلاش اقولها
قولها قولها وبشيلها في المونتاج لو عايز. اقول لك انا على الافيه قبل ما انسى. اتفضل. اه كان وانا ما سمعتوش من هنيدي بس حكالي من علاء الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا كان علاء واشرف وهنيدي ومين تاني معاهم وطارق الشورى كانوا بيعملوا عمره. ايوه فهمت. وانا كنت معاهم وانت كنت معاهم. وشريف كان معانا. لما قعد اشرف عباقي يستغرب علاء يقول له الحته دي مقام مش عارف يقول له يا فراح هنيدي في الاخر قعد اربعه يا كل ما يقول له دي كذا يقول له يا سلام اشرف بقى يا فده قال له يا عم انت جاي تستغرب هنا ولا انت ايه حكايتك؟ قلت له انت جاي تعمل عمره ولا جاي تستغرب؟ هو يا حبيبي فرحان وكان عايز يسال فاهم كان بينبهر قوي. هنيدي بقى ايه؟ ايوه هنيدي بقى ايه؟ ايوه عنده نقطه ضعف يعني لو ما عجبتكش يبقى شارف المونتاج. لو سمع صوت ازاز ايوه حاجه ازازه اللي هي ال اي حاجه بتخرفش بتاعت علبه السجاير دي ايوه يتجنن ايوه فانا في حته بقى بينزل يقول حاجه كده وانا حط في جيبي حته ازازه جنب ودنه وعمال العب جوه جيبي بيها فعمل لي ازاي؟ ايه ده؟ لا وحتى ابوك على المسرح وانا ايوه لا 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 وقالوا نيار عسل لا في يوم انت نسيه وبعدين ده موضوع لذيذ ليه نشيله في المونتاج ليه؟ ده ازاز عشان محدش يضايقك لا يا طب خلي حد يضايقني موضوع عزيز موضوع عزيز لا يا حبيبي انتوا مره كل المجموعه اللي في ألباندا اتفقوا وكان علاء الله يرحمه على راس الموضوع ان كل واحد يدخل معاه كده حاجه بتخرفش وجنب المايك وهم كلهم اصحابي وعارفين فانا اللي هو كمشهد محمد سانكافولا ده ايوه لما نزلت المفروض اغني وبداوا ايوه هو ده فانا بصيت قلت لهم طب وبعدين مش هعرف اشتغل فبداوا لدرجه الجمهور فهم ان في حاجه في الموضوع ده قعدوا يخرفشوا رحت قافل ستاره وقرار قافل ستاره ده حاجه صعبه يعني بس طبعا. كله وشه لا كنا بنعمل في بعض بلاوي اي حد فيكم محتاج يقول اي حاجه في قلبه في جيبه في اي حاجه انا عندي حاجه بجد. انا فرحان ان شفتك يا ابو احمد ربنا يخليك ان شفت شريف بقى لنا مده كل واحد طبعا عارف في الحياه ايه بس انا حاسس ان احنا رجعنا لسنة 91 أو 90 أوي والحمد لله ده من سنتين يعني عارف كان يوم اتفرطوا ما تتكلمش بالتواريخ لو سمحت الحمد لله لا يوم جميل وأنا في قمة السعادة النهاردة وأنا أكتر وحياة كل الناس كل الحاجات ربنا يخليك يا بيه ربنا يخليك أنا الحقيقة فرحان برضو إن إحنا اتقابلنا النهاردة بقالنا كتير ما شفناش بعض وفرحان إن إحنا بدأنا من مرحلة كانت بدأنا من الصفر تقريبا ونجحنا سوا وانت بسم الله ما شاء الله يعني مكسر الدنيا الحمد لله يعني ده شيء مضايقني في حد ذاته انما هعمل ايه؟ صاحبي بحبه فمبسوط جدا جدا ومبسوط لنجاحك ومبسوط لمدحت في المكان اللي هو فيها وبيحافظ على نفسه لغايه النهارده الحمد لله ونفسي نتقابل تاني في عمل احنا الثلاثه يجمعنا باذن الله ان شاء الله ومفتقد كل الناس اللي ماتوا وسابونا وبقول لهم وحشتونا وانتوا وحشتونا حبيبي وعارض حبايبي ان شاء الله نتجمع في الشغل ونحاول فترات بره الشغل نحاول نجيب بعض بقى لا بلاش كفايه لان والله العظيم بس الحمد لله ان اتجمعنا واخد سيلفي معاكم والنبي ارجوك ربنا يخليك الله 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 حبيبي ربنا يخليك النشيد الوطني بتاع حزمني بتاع حزمني يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا يا اجمل هديه من امي